وحالة المخيم وحل شديد في الطرقات، الطرق تقطعت فينا، صارت هناك حالات إسعاف لبعض الأطفال حملناها على الأكتاف لوصلنا إلى الطرق المؤدية للمخيم. نحتاج إلى كل شيء، نحتاج إلى خدمات طبية، نحتاج إلى غذاء، نحتاج إلى مواد تدفئة، إلى مدافع. الناس كلها في العراء أصبحت. من أول مطرة وخلال ساعتين بس، ما شتت علينا الدنيا ساعتين، كانت الخيم غرقاني بالمي، أطفالنا وهي نايمة طبعاً، السفنج تبللت بالمي، أطفال نايمة، وين بدنا نطالعها لبرا؟ إحنا بضمن الخيمة حطيناها برا مطر وخليناها جوا في مي، ولا منظمة إجت لعنا. والله إحنا نفتقر لأبسط مقاومة الحياة. اتصور والله العظيم البرد شديد، والله لكل طفل عم نحط له حرام، يعني حرامين ما عندنا.